يوميا على شاشة الام تي في بعد الأخبار مباشرة عم تتابعوا إعادة لمسلسل الهيبة العودة. خلينا نشوف بعض المشاهد. عاملين علي عصابة يا شرابيع يا خلاف، والله لا تطلع بروحك روحة والله. بترجعك اتركه، والله القصة مش مثل ما عم تقول. لكن كيف؟ مسدس بنص بيتي بنص غرفة نومي، شو عم يعمل؟ لك اتركي يا ضلي، لك ضلي ريحني. لك لعيونك لعيونك بس ما عمل ما اعرف شو براسك وراسك. ها؟ والله العظيم ما في شيء ما في شيء. ولك تحكي قبل ما اطلع بروحه. شو قصة المسدس؟ لك اتركي يا ضلي، لحد لازم تاخذ بطاري وبتطلع بروحه. ولك بدي مخز بدي مخز عليك وعلى عائلتك وعلى اللي بتشتتك وعلى اللي وراك وعلى اللي قدامك. شهد على روحك ولك شهد. هذا الفرد لإلي. ايه بي هدنية قبل ما يموت. كذابة. شو بحلف لك حتى تصدقني؟ احكي له الحقيقة. سمعتي؟ برافو عليك ولك بدبح لك تحية. يلا يلا احكوا. ببها العطانية. وين؟ وإمتى وكيف؟ شفته ببيت أهلي وطلبت منه فرد. ولك قاعد ببيت في سلاح أكثر من الجبهة. شو بدك بالمسدس؟ ما أنا لأني عايشة بهيك بيت بدي سلاح حتى دفع فيه عن حالي. مين بدك تقتلي فيه؟ 10 إلى 3. كارين رزقالة وأنجو ريحان بيكونوا ضيوف عادل كرم ببيت الكل. منشوف نحن وياهم الدراما المشتركة يلي رح تعرض على شاشة الام تي في بشهر رمضان المبارك. أما الساعة 4 بعد الظهر فمنكون مع إعادة لحفل الميركس دور 2019. هيدي برامجنا على شاشة الام تي في لليلة. إذا الساعة 4 بتكونوا مع إعادة للميركس دور، بعد الأخبار منكون مع الهيبة العودي بالحلقة 15 ومنختم مع بيت الكل دراما رمضان وأكثر إذا ببيت الكل والضيوف هن. فإذا مع عادل كرم كارين رزق الله والممثلة أنجو ريحان، سهرة ممتعة على شاشتنا وأوقات ممتعة برفقة برامج الام تي في. لحظات ومنرجع منتابع.